خطيب جامع الإمام الأعظم يحذر من فتنة طائفية يقودها سياسيون. قريباً العراق يعرض 100 فرصة استثمارية أمام الشركات العالمية. موكب ملحدين العراق، ما قصة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ارتفاع الكهرباء والأسماك واللحوم، العراق يشهد تصاعداً بالأسعار في 5 مجالات. مدونون يتداولون عبر نطاق واسع، فيديو لرجل الدين القبانشي وهو يتحدث لطالبات جامعيات، شاهدوا ماذا دار بينهما. وفاة السيد القزويني في مدينة قم. السويد تبدأ بإلغاء مساعداتها للعراق. صاحب مولدة في محافظة العمارة جعل أمبير المولدة ب2000 دينار فقط حتى نهاية 2025. وزارة التربية تكشف نسب نجاح السادس الإعدادي. حياكم الله متابعينا الكرام، قبل البدء بالتفاصيل ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بهذا الفيديو ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على تليجرام، جميع الروابط تجدونها مثبتة في أول تعليق. وإليكم التفاصيل. حذر خطيب صلاة الجمعة في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في بغداد عبد الستار عبد الجبار من فتنة طائفية قد تؤجج الصراع بين الشيعة والسنة في العراق، متهما سياسيين مهزوزين بقيادتها. في الأشهر الأخيرة تحديدا شهرين أو ثلاث بدأ يظهر في أفق بغداد والعراق كلام ممكن أن يؤجج الصراع الطائفي من جديد، التي يريدها للأسف بعض السياسيين ليعززوا مواقعهم المهزوزة، ليس لصالح العراق ولا العراقيين. إذا كانت رعونة أرعن أهوج لا يقدر المصلحة الشرعية ولا المصلحة الوطنية تجعله يتكلم بهذا الخطاب الطائفي العفن، لأنني لا أعتقد العراقيين سنة ولا شيعة سيؤيدون هذا الانجراف مع هذا التيار. وإذا وجد له بعض أنصار من الحمقى والمغفلين فلن يشكل تيارا في العراق مثل هذا التوجه. الفتن على نوعين، فتنة تقع على الظالم فلتقع، أما التي تقع على الجميع ويدفع الجميع ثمنها فقد جربناها، فنعوذ بالله عز وجل منها ومن أن نكون حطبا لها. وفي خبر آخر، كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية عن إنهاء جميع الاستعدادات لعقد ملتقى استثماري كبير، فيما أكد أنه ستعرض فيه نحو 100 فرصة استثمارية في عموم محافظات العراق. وذكر مكية في بيان أن الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي أنهيا جميع الاستعدادات لعقد ملتقى استثماري كبير ستعرض فيه نحو 100 فرصة استثمارية في عموم محافظات العراق. وفي خبر آخر، تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وتزامنا مع شهر محرم الحرام صورة تظهر لافتة تحمل اسم موكب ملحدين العراق، لكن بحسب مواقع مختصة في كشف التزييف الإلكتروني فإن الصورة المرفقة مفبركة، إذ تم التعديل عليها بوضع عبارة موكب ملحدين العراق بدلا عن العبارة الحقيقية وهي موكب أهالي زمار. الظاهرة في النسخة الأصلية من الصورة التي تعود لشهر أيلول من عام 2019 لمجلس عزاء حسيني في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمالي العراق. وفي خبر آخر، أظهرت بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق. وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في بيانه أن نسبة التضخم السنوية في كردستان بلغت 5.34%، بينما بلغ نسبة التضخم في المحافظات الوسطى 2.25%، وبلغ نسبة التضخم في المحافظات الجنوبية 2.6%،
وأضاف أن الارتفاع الأكثر للأسعار كان في خدمة الكهرباء، إذا ارتفعت بنسبة 45.47%، والسجائر بنسبة 23.7%، والأسماك بنسبة 14%، وخدمات الترفيه بنسبة 12.9%، واللحوم بنسبة 10.39%، موضحا أن مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات شهدت انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق. وتابع باعتماد هذه البيانات: فإن الغريب أن السلع التي تستورد من الدول الممنوع استخدام التعاملات المصرفية معها والتي تستخدم السوق الموازي لتوفير العملة الأجنبية لشراء هذه السلع قد انخفضت أسعارها، وهي الخضروات والفواكه والألبان والزيوت، بينما السلع التي تستخدم التعاملات المصرفية لاستيرادها مثل اللحوم والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والأثاث قد ارتفعت، مما يعني أن نسب ارتفاع الأسعار في العراق تتأثر بعوامل خارجية أكثر بكثير من تأثرها بسعر الصرف في السوق الموازي، موضحا أن عدم ارتفاع التضخم في أسعار الوقود على الرغم من رفع أسعار الوقود المحسن بنسبة 100% في شهر أيار، مما يشير إلى ملاحظات في آلية احتساب نسب التضخم. وفي خبر آخر، تداول مدونون عبر نطاق واسع فيديو لرجل الدين القبانشي وهو يتحدث لطالبات جامعيات، شاهدوا ماذا دار بينهما. الولد عجوي، الولد عجوي هذي بس عبيه، والبنات مزازين، بنات مزازين، بس احنا مزازين. انت اليوم مرحلة رابعة. وفي خبر آخر، توفي أحد فضلاء الحوزة العلمية السيد عبد الكريم القزويني في مدينة قم الإيرانية. وقال مصدر في مرجعية النجف إن السيد عبد الكريم القزويني توفي في مدينة قم، وأضاف أن الفقيد كان وكيلا للسيد الخوئي في الكويت وإيران، مشيرا إلى أنه ليس معروفا إن كان سيدفن في إيران أو في النجف. وفي خبر آخر، حددت وزارة التربية الأسبوع المقبل موعدا لإعلان نتائج السادس الإعدادي بشكل إلكتروني، مبينة أن نسب النجاح هذا العام أعلى من السنوات السابقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن مؤشرات نسب النجاح لهذا العام أعلى من السنوات السابقة، وتابع أن الوزارة تؤكد كل مرة حرصها على الرصانة العلمية بالتوازي مع مراعاة أوضاع الطلبة، مؤكدا أن الاستقرار العام في البلاد انعكس على العملية التربوية التي أتمت العام الدراسي بمستوى عال وانتظام تام.